وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد عباس نجي، خبير الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. دكتور، حسب الصحيفة كما فهمنا من التقرير، فإن هناك جهود على ما يبدو أوروبية حثيثة لمحاولة إقناع إيران من خلال هذا الاتفاق الجديد. هل هذا الاتفاق الجديد حسب ما فهمت يعني حضرتك، ونريد بعض الإيضاحات، سيكون اتفاق جديد مخالف لاتفاق 2015 أم سيكون اتفاق مكمل؟ وهل الغرض منه هو إقناع ترامب برفع العقوبات عن طهران؟ أهلا وسهلا بكم. في البداية طبعا هو اتفاق جديد، لكن لا أتصور أنه سينتهي إلى نتيجة إيجابية بشكل كبير، لأنه إلى الآن ليس من الواضح ما إذا كانت إيران ستقبل به أم لا. الاتفاق جديد لأنه يتضمن ربما مقايضة إيران ربما بعلاقات اقتصادية أكبر، بحوافز اقتصادية مقابل تنازلها أو تراجعها عن استمرار التمدد في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وفي الأزمات المختلفة، وهذه مقايضة صعبة، من الصعب التكهن بما إذا كانت إيران ستقبل بها. لكن اسمح لي دكتور، يعني الظروف الاقتصادية في طهران ظروف صعبة جدا، لماذا لا تقبل طهران بهذا الاتفاق طالما أنه سيمدها بمساعدات مالية هي في أحوج ما يكون إليها هذه الأيام؟ لأكثر من سبب. أول سبب هو أن إيران استثمرت كثيرا من الأموال بالفعل في دعم دورها الإقليمي في المنطقة، يعني إيران استنزفت خزينة الإيرانيين في النفاذ والتمدد إلى سوريا، إلى العراق، إلى لبنان، إلى غيرها، إلى اليمن، إلى مناطق أخرى، وبالتالي ليس من السهل عليها الآن أن تجازف وتغامر بأن تقايض كل هذه الاستثمارات وكل هذا الاستنزاف بمجرد حوافز اقتصادية من جانب الدول الأوروبية. هذا أول سبب. السبب الثاني هو أن إيران إذا وافقت على ذلك فإنها تعطي انطباع أو توجه رسالة بأنها تتنازل عندما تتعرض لضغوط، وبالتالي هذا من الممكن في رؤيتها أن يدفع الدول الغربية خصوصا إدارة ترامب إلى ممارسة مزيد من الضغوط عليها في ملفات أخرى قد تؤدي إلى في النهاية إلى تقديم تنازلات. طيب، وهنا ما هي توقعاتك لرد الفعل؟ ما هي توقعاتك في إطار كل ما تقول رد الفعل الإيراني المنتظر؟ والسؤال الآخر، ما الذي يمكن أن يحدث إذا فشلت هذه الجهود الأوروبية؟ رد الفعل الإيراني، أنا في اعتقادي إيران ستصر على ضرورة مواصلة العمل بالاتفاق الحالي بما يتضمنه من بنود. إيران لن تقدم تنازلات هي ترى أنها لن تستطيع أن تقدمها في كل الأحوال، وإيران هددت وما زالت مستمرة في تهديداتها بإعادة تنشيط برنامجها النووي مرة أخرى. أنا في اعتقادي إيران لن تقدم أي مرونة في هذا الأمر طالما أنها ترى أن الاتفاق الجديد لا يستوعب مكاسبها التي تضمنها الاتفاق الحالي. إذا وجدت إيران أن الاتفاق الجديد يتضمن قيودا أشد عليها، لا أعتقد أنها في وارد قبول ذلك، وهذا معناه أن بالفعل الاتفاق الحالي أمام مشكلة حقيقية، والدول الأوروبية أمام تحديات صعبة، لأن الخيارات عديدة ليست عديدة أمامها، سواء لاسترضاء أو دفع الإدارة الأمريكية لإعادة تغيير موقفها من الاتفاق، أو لدفع إيران والضغط عليها من أجل تقديم تنازلات بما يستوعب التحفظات الأمريكية في الاتفاق الحالي. طيب دكتور، وسط كل هذه المعطيات وهذا الصدام في المواقف الواضح طبعا بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة فيما يخص الاتفاق النووي مع إيران، هل سيفضي كل ذلك إلى حرب اقتصادية جديدة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أم ما زال الوقت مبكر ربما بعض الشيء على 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 هذا التصور؟ لا، باعتقادي بالفعل المسألة ربما لن تنتظر حتى تفعيل القرارات العقوبات الأمريكية في نوفمبر القادم. بالفعل هناك الآن متغيرات تحدث على الأرض، لو لاحظنا سنجد أن الشركات كبرى داخل أوروبية داخل إيران الآن تفكر، لا تفكر، هي فكرت بالفعل واتخذت قرار بالانسحاب من السوق الإيرانية، مثل توتال ومثل شركات سويسرية وألمانية ودنماركية وغيرها. هذا معناه أن معطيات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق والعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران بدأت تفرض تداعيات على الأرض، وأعتقد أن ذلك يسبب مشكلة كبيرة سواء لإيران أو للدول الأوروبية أو للاتفاق النووي بشكل عام. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات دكتور محمد عباس ناجي، خبير الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، حدثنا من القاهرة. شكرا جزيلا لك.